رايح وين؟ هرب تاريخينا صدوات الخيل. حديقة الخيول السريسي، مدرسة لتعليم ركوب الخيل، مدرب مؤهل حاصل على شهادة لتدريب ركوب الخيل، زاوية خاصة للحيوانات بنات لتوف، إمكانية إقامة أعياد ميلاد ومناسبات سعيدة في الحديقة، رحلات في أحضان الطبيعة بمرافقة مرشد، أسعار خاصة جداً للأفراد والمجموعات والعائلات في حديقة الخيول، تأمين شامل لكل الزوار. حديقة الخيول، شارع السريسي. صباحكم بألف خير. 3/16 أغسطس، اليوم القمر موجود ببرج مائي ببرج الحوت. أجواء حلوة اليوم بترافق مواليد الأبراج المائية، مواليد برج الحوت، مواليد برج السرطان ومواليد برج العقرب. كيف رح بتكون كل الأبراج؟ علما أنه 3 أيام تقريبا المقبلة أو على الأقل 2.5 يوم الجو رح بيكون مختلف تماما، رح بيكون ناري بامتياز ورائع للأبراج النارية. اليوم جونا إذن كيف رح بيكون؟ البداية مع برج الحمل. مولود برج الحمل، الجو عندك اليوم بعده بطيء، ما تنتظر أي جواب أو حل أو حسم لأي مسألة، بدك تنتظر لليومين 3 اللي جاي اللي رح بتكون رائعة جدا، فبتحرز أنك اليوم تطول بالك شوي. بتبقى المواليد الأكثر تعبا 3/4 و5 نيسان/أبريل. بالنسبة لبرج الثور، تحرك اليوم لأنه 3 أيام أو 2.5 يوم اللي جايين رح بيكونوا شوي صعبين وشوي تقال ومزعجين ومعقدين. خلص أعمالك اليوم وحاول تشبك إيدك بإيد شخص أو جهة تانية لأنك بحاجة إلى المساعدة، وبتبقى الأكثر حظا 30 نيسان/أبريل و1 أيار/مايو. أما بالنسبة لبرج الجوزاء، فجو اليوم لا بأس به، مع أنه تعبان، مع أنه حاسس حاله أنه يمكن مقصر أو ما لازم يقصر على الإطلاق، المسؤولية كتير كبيرة، الحملة تقيل، لكن أنت بتقدر تعطي يلي لازم تعطيه. بنهارك اليوم في نقاش أو في حوار أو في إخضاعات كتير، انتبه ما تطلع برات موضوعك، وانتبه ما تحكي أو تنقل حكي، ضروري تترك انطباعات جيدة. والأكثر حظا 3/4 و5 حزيران/يونيو. أما بالنسبة لبرج السرطان، فجوه بعده جيد، بعده حلو، بعده يظهر انفتاح على جوانب مختلفة من حياته أو من محيطه. اليوم يبدو وكأنه مولود برج السرطان بيتقبل فكرة جديدة كان مسكر عليها، ما كان حابب يحكي حتى فيها. اليوم في انفتاح، في تقبل للأمور، وهذا نوع من النضج والتطور نوعا ما، لأنه مع الوقت الإنسان يتطور، الإنسان يتطور بشكل أحيانا تدريجي، أحيانا في ظرف فجائي بيخلي الإنسان يضطر يتعامل معه ويتكيف معه ويأخذ قرارات جذرية، لكن أحيانا كتير، معظم الأحيان التطور هو تدريجي. وبالتالي أنت هلأ في طور التطور، مولود برج السرطان، والتطور باتجاه انفتاح. احيانا معروف عن مولود برج السرطان يتكمش باللي عنده إياه وما بيعود نوعا ما يتجرأ على تجارب جديدة. اليوم الوضع مختلف تماما، لكن بدك تنتبه من السرعة، من التحرك السريع، من إطلاق الأحكام المتسرعة والمجازفات. مولود 30 حزيران/يونيو و1/2 تموز/يوليو. بالنسبة لبرج الأسد، خذ الأمور على الهدى، خذ الأمور على الهدى. ونصيحة، إذا في من قرار بده يتاخد وقادر تأجله لبكرة الأربعاء، الخميس أو حتى الجمعة صباحا، بتعمل عين العقل. الظروف اليوم إلى التمهيد، إلى التحضير، إلى الاستشارة، إلى إعادة قراءة، إلى لم الصفوف. جو جيد بيحمل حكي ومعالجات وإيجاد حلول وتسويات. إذا بتقدر اليومين 3 أروع بكتير. الأكثر حظا 14/16 أغسطس. بالنسبة لبرج العذراء، الجو مش عاطل هالقد مثل ما صورته امبارح، بس هو عاطل فلكيا، لكن الإنسان بيقدر يتعامل معه مثل ما هو بده. يعني أنت إلى ماذا تميل؟ إذا في عندك بحياتك واصل لهاليوم أو لامبارح واصل وأنت معبى وما مخلى حدا ما مخانق معه، احتمال أن تتأزم الأمور كانت امبارح أو اليوم. إذا أنت واصل لامبارح أو لليوم وأحوالك ماشي حالة وعادية، يمكن انفعال من هون بسيط، أو يمكن انزعاج بسيط، أو مشادي، خناقة بسيطة بيمشي الحال، يمكن ما يصير شيء على الإطلاق، بالعكس يمكن يكون في عندك مقابلة أو لقاء.
لكن جميع الأحوال حلو أنك تضبط أعصابك وتنتبه على شو عم بتقوله. وبتبقى المواليد الأكثر حظا 28-29 آب أغسطس. بالنسبة لبرج الميزان شغل شغل، وبيضل الشغل أرتب اليوم من شغل ثلاث أيام اللي جاي، لأنه شغل ثلاث أيام الجايين اتقال وفيهم مواجهات يمكن تكون شوي صعبة. لكن إذا أنت بتصور واصل بهالفترة أنت مرتاح نوعا ما ومتكل على شخص أو على جهة أو على جهد معين، أنا بتصور أنه مفروض هالجمعة تمرق على خير. جميع الأحوال شغلك اليوم بحاجة إلى تعاون شخص أو جهة أخرى. الصحة أيضا بحاجة للفت اهتمام. الأكثر تعبا 6-7 و8 أكتوبر. بالنسبة لبرج العقرب بعده جوك جيد جدا جدا، الأيام الحلوة بهالفترة بهالثلاث أسابيع، لأنه الأربعاء للأحد عندك ضغوط مستمرة، المسؤوليات كتير كبيرة ما فيك تستخف فيها. اليوم نهار حلو لحتى تحقق أو تصوب على هدف وتصيبه، يعني ضروري تعرف اليوم توصل للهدف، ما تأجل إذا بتقدر، إذا اضطريت ماشي الحال، أمرك لله شو بدك تعمل، لكن اليوم نهار جيد جدا لحتى تتحرك فيه. أكثر توترا 14-18 نوفمبر. بالنسبة لبرج القوس قعدتك بالبيت يمكن تريحك اليوم، إلا إذا أنت طالع عبالك تقعد بالبيت وتبلش تنتقد فلان، توجه ملاحظة لفلان، ما تخلي حدا ما تكون توجه له ملاحظة تزعل أهلك منك وأحبائك وولادك. يمكن بيتك بحاجة لاهتمام، يمكن عم بتفكر تسافر أو عندك رحلة. جميع الأحوال في بعض التوترات العابرة، لكن بكرة وبعد بكرة والجمعة للساعة 3 بعد الظهر بتوقيت بيروت فترة رائعة جدا، فما تنزع، ما في شيء بيحرز، الأجواء إلى تحسن. إذا في مرض، إذا في وعكة صحية، بكرة همومك بتروح. الأكثر حظا 14-20 ديسمبر. بالنسبة لبرج الجدي حكي ماشي الحال، حكي، حاول أنك تكون واضح بكلامك، توجه الكلمة اللي بدك توجهها، تعرف عن شو عم تحكي، تحرك بشكل مباشر يعني إلى الهدف مباشرة. الأربعاء الخميس والجمعة في عندك هم معقول يبين، قد يتعلق بمسألة شخصية أو أمور إدارية. اليوم بالك أفضل، واليوم أفكارك قوية ومحبوكة، وبتقدر بكلمة أو بجملة توصل اللي بتريده. الأكثر انفعالا 30 ديسمبر، 1-2-3 كانون، 2 يناير. بالنسبة لبرج الدلو، مولود برج الدلو، الجو اليوم يدعو إلى الاهتمام بمصاريف، إلى الاهتمام بقضايا بتهمك. حاول تبتعد عن أمور ما بتخصك أنت، حاول تحافظ على الثقة بنفسك والثقة الآخرين فيك. بعض مولود برج الدلو يتعاطوا بمسائل تجارية، مفاوضات معينة، في احتمال يكون في ربح، في احتمال يكون خسارة، حسب أنت قديش محضر حالك. الأكثر تعبا 18 شباط فبراير. آخر الأبراج برج الحوت يلي بعتبره من أقوى الأبراج، عندهم قدرة لحتى يتواصلوا مع الآخرين بشكل جيد جدا. طي لصفحة، انطلاق بمرحلة جديدة، أصلا دخل بمرحلة جديدة، وبينطبق عليك اللي قلته على مولود برج السرطان، أنه الحياة كلها في حول في طور التطور، وإنت هلأ فيها، فليش لا، التطورات حلوة مناسبة لإلك إذا فعلا أنت دخلت بمرحلة أنت موافق عليها. الأجواء جيدة جدا، لكن أيضا مش بس الشغل، احتمال أنك تبلش تخطط لمستقبلك الصحي ولبعدين، يعني عم بتفكر لبعيد، مش بس ال10 سنين الجايين، لل20 أيضا. الأنشط مولود شباط فبراير، بختم مع مولود اليوم يلي بانتظاره سنة كتير حلوة، سنة مهمة، سنة إدارية بامتياز، سنة قانونية بامتياز، سنة فيها معاملات كتيرة حلوة بتهتم فيها أكتر. آب أغسطس ديسمبر نيسان أبريل أفضل الأشهر. أتمنى لكم طبعا نهار حلو، برجع بلتقي فيكم حوالي 10:15، اتصالاتكم مباشرة على الهواء، بريكم نتابعها.